الحريق اندلع يوم أمس الساعة 6 مساء على مستوى غابة ورغاء الوسطى المتواجدة بجماعة ترابية لقلاز بإقليم تونانت. المساحة المتضررة لحد الساعة وهي 33 هكتار. هذه الغابة تحتوي خصوصا على أشجار صنوبر وأشجار الأوكاليبتوس وبعض الأنواع النباتية الأخرى. بالنسبة للأضرار يعني البشرية، تم تسجيل وفاة ديال واحد الشخص، ما علينا غير الصبر، وكذلك إصابة ديال شخصين بجروح حارقة. هذا الحريق يعني تم يعني التطور ديالو نظرا للظروف المناخيه اللي عرفتها المنطقه يعني البارحه، وخصوصا يعني هبوب رياح جد قويه وكذلك درجه حراره مرتفعه. لحد الساعه تم احتواء الحريق، والفرق لا زالت في يعني في تدخل الميداني الذي بلغ عددها تقريبا 400 متدخل، متكونة خصوصا من الوقاية المدنية، المياه والغابات، القوات المساعدة، الدرك الملكي، السلطة الإقليمية والسلطة المحلية وكذلك الساكنة المحلية. الحريق كنا ناعسين مع العصر، نفيق ناس من الغابة كتحرق جيد الجدران لتحت، هبطنا واحد السبعة بينا نطفوها، دينا طول الغابة ثلاثة كانوا هبطنا أنا ثلاثة دري، هذاك اللي مات ولد عمي، واحد اللي تحرق رفاس ضرب بينا الغابة، طلعنا هذاك الدري مسكين صح شوية صافي الغابة طاح مات، هذاك اللي معي عاوتاني تبسط الكدرون، أنا قاومت وطلعت فلس بزاز راه تحرقت منها، قاومت مزيان باش طلعت من الدار أنت كتشوف ثلاثة هما اللي تباصوا اللي ماتوا هذاك اللي في السبيطار وأنا هي طلعت بواحد الصورة 4 دقائق من الكدرون لازك وصلت. ماشي حنا ولادنا هرمناهم بزاز، هرمنا ولادنا مشى الدواء، حنا ولادنا هربوهم دريها بزاز والدري صغار باقي ما جاوش لدابا. انت كتشوف الفجيعه العافيه، انت كتشوف ما كارثه وصافي، انت تشوف ديار مشاو لنا الديار، مشاو تقاسوا الناس بزاف، تحرقوا ثلاثه الدراري، انت شفت واحد توفى وجوج انت شفتهم محروقين كلهم، عبد الله حول ولا قوه الا بالله. الحاله كانت حاله صعيبه، انا الناس راه ما بقاش كتشوف العافيه، الناس بقات تشوف عاولاد هنايا، الناس كلشي هرب ولادو الدوار، كل واحد فين دا ولادو، مابقيناش كنشوفوا حنا الديار ولا نشوفوا المشيه ولا صافي، الله تفكينا مع ولادنا، يلاه هرب ولادك الزات عاد في الاخر تا صافي تا شد العافيه مزيان، عاد جاو الناس عتقونا شي شويه بالسيترنا ديال الماء في ما وشو، الله يرحم له الوالدين جابوا لنا الماء عتقونا شي شويه باش طفينا هاد العافيه، باش فكينا شي شويه ها كلشي. انت شتي الديار كاملين ناضفين من العافيه، الضوء تقطع، انت شتي الماء ما صافي، ما بقناش باش نطلعوا الماء، الضوء تقطع ما بقناش باش نطلعوا الماء، صافي كارثه وصافي. فلاحه مشى الزراعه مشى الفول، ها هو شحال النوادر الناس مشاو، النوادر الجهه الفوقانيه كلهم مشاو، على الاقل راه مشات واحد 2000 زيتون ولا اللي مشات، مشات كاع انت شتي كلشي مشى هنا صافي، بقاو فاش ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.